بداية الحلم الإفريقي من مباراة استاد أبيدجان بدوري المجموعات. موعد المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 26/11 على استاد القاهرة. المباراة الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة مذاعة عبر قنوات بين سبورت. الأمن كان سمح للنادي الأهلي ب 30,000 مشجع لحضور المباراة. بالتوفيق للنادي الأهلي في انطلاقة دور المجموعات في البطولة المحببة للأهلي وجماهيره، بطولة دوري أبطال إفريقيا. لايك وشير وسبسكرايب ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك يوصلك كل ما هو جديد من كل جماهير الكرة المصرية. الأهلي واستاد أبيدجان الثلاثاء القادم 26/6 مساء على استاد القاهرة. بالتوفيق للنادي الأهلي وحصد أولى 3 نقاط في دور المجموعات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.